كل شخص يقعد لساعات طويلة أول ما يقوم راح يحس بدوخة. ليش؟ لأنه الدم راح كله يركز أو ينزل للساق بسبب الجاذبية، فلهذا السبب أول ما يقوم راح يحس بدوخة لأنه الدم راح يتأخر لحد ما يوصل للقلب. فيعني الجلوس لساعات طويلة جدا مضرة للجسم بصورة عامة، ما عدا أنه هي تزيد الوزن. فخلينا نشوف هذا الروبورتاج ونرجع لكم. الجلوس لفترات طويلة خطير على جسم الإنسان. أسوأ أوضاع الجسم هو الجلوس وأخطرها الجلوس لفترات طويلة، حيث يكون تأثيره سلبي على مستويات السكر في الدم، فكلما ازدادت فترة الجلوس في اليوم زاد معها خطر المشاكل الصحية. الجلوس لفترة طويلة يؤدي أيضاً إلى بطء الدورة الدموية وانخفاض في عملية حرق الدهون والسعرات الحرارية، ويدمر العمود الفقري أيضاً.